لك قدام عمي ومرات عمي. انا بصراحة ما كنتش اتوقع منك كده ابدا خالص. امال كنت متوقع ايه؟ ان انا ارضى بالامر الواقع وارتاح لي يومين وبعدين ارجع لك تاني؟ لا خالص، انا كنت متوقع ان انت تهدي كده وتفتكري لي حاجة حلوة. ما انا برضو ليها حاجات حلوة عملتها كتير. للأسف اللي عملته معايا يا سيف بيه مررت وضيعت كل حاجة حلوة جوايا. تقومي ترفع علي قضية خلع سهمتي؟ ما هو ده الحل عشان ننفصل، لأن حضرتك مش عايز تطلق. هطلقك ازاي؟ أنا بحبك، ده أنا بحبك من هنا. أنا بقى ما بحبكش ومش طايقة أشوفك ولا أسمع اسمك كمان. أعقلي وما تخرجيش العفاريت اللي جوايا عليكي. أنا فيا اللي مكفيني. وهي كلمة، بكرة الصبح تروحي تتنازلي عن قضية الخلع، بالليل ألاقيكي في البيت مجهزة العشاء ومتشيكة ومستنياني. أنت إيه يا أخي؟ عمال تشخط وتهدد وتطلق وترد، ايه فاكر الناس اللي حواليك دول عبيد عندك؟ فوق بقولك ايه، مش انا اللي اتقالي لا، ومش انا اللي يترفع عليا قضيه خلع. سمعاني، ما تخلينيش احطك في حته انا ما احبش اشوفك فيها. عيب يا سيف، ما يصحش كده. بقولك يا عمي، عقل بنتك وفهمها ان رصيدها بدا يخلص عندي، وان اللي هي بتعمله ده بيهين رجولتي، وانا اللي يهين رجولتي سهلو. أنا آسف يا حبيبتي على عيني اللي حصل لك يا بنتي، معلش أنا غلطت إن اخترت لك أم مستهترة زي دي، حرمتك انك انت تعيشي في اسره هاديه ترعيكي وتخاف عليكي. يمكن غلطت في اختياري، وغلطت اكتر لما سكت على اختياري الغلط، بس مش بإيدي يا بنتي، والله والله ما بإيدي. في حاجات كتير قوي بتتكتب علينا ما بنعرفش نغيرها، لما ممكن مع الوقت ربنا يبدلها لو حاولنا وكان عندنا إيمان بالله. اوعى تيأسي يا هايتي، اوعى تيأسي يا حبيبتي، دي محنة وهتعدي، والله هتعدي ان شاء الله. انا بعت الأشعة بتاعتك والتحاليل للندن، وان شاء الله حبيبتي ربنا موجود، ربنا موجود، ربنا مش هيسيبنا، ارحمنا يا بنتي. ما تخافيش يا حبيبتي، انا عايزك تخليكي قويه، خلي عندك ايمان بالله، ربنا كبير قوي يا بنتي، ربنا كبير قوي. بجد ما بقتش عارفه انقذ ادم ازاي. انت عارف ساعات لما بفكر اروح اعترف بكل حاجه بيبقى عشان اخلصه واخلص نفسي من الاحساس ده. بس ده مش هيعافيكم من المسؤوليه يا نانسي، بالعكس ده ممكن جدا يورطكم اكتر. معرفش، انا شايف ان اسلم حل دلوقتي على الاقل دلوقتي ان انت تفضلي قاعده ساكته وهو يفضل هربان لغايه لما يظهر دليل براءته. لو مسكوه مش هيسيبوه. الو، اي كريم، خلاص هنروح؟ طيب اوكي انا جايلك حالا. اوكي باي. معلش يا امير،
أنا لازم أمشي دلوقتي. خير في إيه؟ هبقول لك بعدين. ماشي باي. سهى سهى. أيوة نانسي. قفلي أنتي النهاردة عشان احتمال أتأخر. أوكي؟ أوكي باي باي. يا اهلا وسهلا يا ميت مرحبا. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. كنا عايزين كمبيوتر نشتغل عليه. هوي بس كده المكان كله تحت امر سيادتك. إيه طب يا ترى الساعه بكام بقى؟ 5 جنيه. بس احنا عاملين اوفر يعني كل 5 ساعات معاهم ساعه فريز. اظن كده بقى في المستقر بس. إيه طب احنا شويه هنيجي تاني. ها شكرا. اي خدمه تحت امركم. ايه عملتوا ايه؟ عملتوا يا كريم؟ انا دلوقتي اتاكدت ان هو ده جيجا. عرفت ازاي؟ كلمه مستكانياس دي دايما في بقه وبعدين قالها للعليا في التليفون. صدق صح ذكي يا ده كريم. المهم دلوقتي هنعمل معاه ايه؟ اعتقد ان الراجل ده مش غبي واكيد شايل الهارد في مكان امان مش عنده في السايبر. هيكون مخبيه فين يعني؟ اكيد طبعا شايله في بيته. يبقى احنا لازم ندخل بيته. وده هندخله ازاي بقى؟ انا عندي فكره هايله. قول بسرعه. احنا نخلي عليا تروح تدلع عليه وتفهمه انها عندها مشاكل ومش لاقي حته تبات فيها وتستدرجه لحد ما تروح عنده البيت. انا لا يمكن اعمل التخريف اللي بيقوله ده ابدا. ده عشان خاطر ادم يا علي. ماليش دعوه. ما تخلوا نانسي تعمل كده. اشمعنى انا؟ انا لا ما هو ما ينفعش. انا لسه كنت عنده مع كريم من شويه في السايبر. علي واضح ان مفيش حل غير كده. اقلعي. ايه اقلع دي يا ستي؟ قصدي بس اقلعي كده ويعني دلعي نفسك كده وتدلعي عليه شويه وانا عندي شويه اكسسوارات في العربيه هجيبها لي كده على لزوم الشغل. امري لله عشان خاطر ادم بس. بس بقول لكم ايه، تخليكوا ورايا لحظه بلحظه. اوعى توها عن عينكم لا يحصل مصيبه. ما تخافيش مش هنسيبك. ما تخافيش ما تخافيش. يلا اقلع الجاكيت بقى. ايه كويس كده؟ تمام. مساء الخير يا عسل. يا مساء الانوار الملعلطه. بقول لك ايه يا اخويا، بتعرف لي صاحب المكان هنا فين؟ محسوبك سيد جيجا. اتفضل يا قمر. اتفضل. يزيد فضلك يا اخويا. بقول لك ايه، قمر يا قمر، مش عايزين واحده تشتغل عندكم؟ تشتغل عندنا؟ ده احنا عايزين واحده نشتغل احنا عندها. تشتغل ايه يا جميل؟ بس اي حاجه اي حاجه، المهم اشتغل وخلاص. انا ظروفي وحشه قوي، سايبه بيت اهلي ومحتاجه الشغل وعايزه كمان مكان اتوى فيه. بس كده يا مستقنص؟ غالي والطلب رخيص. يعني هتساعدني؟ هساعدك، ده انا اشيلك فوق دي.